وضع مأساوي صعب. إبادات جماعية. وضع كارثي ومدن منكوبة، مناطق وبيوت اتمسحت من على الخريطة، آلاف من الشهداء والمفقودين ومئات الآلاف من المتضررين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ليبيا تعلن الحداد بعد أن شاهدت رعب السماء. سيول جارفة سحبت معها الأخضر واليابس وغمرت قرى ومدن للأبد. هنا في شرق ليبيا الذي خرجت منه نداءات الاستغاثة والنجدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، يا رب رحمتك يا رب رحمتك. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة هذا المنزل، حيث شكك كثيرون بحقيقة وجوده فعلا في مدينة درنا الليبية. فهيئة المنزل لا تتماشى إطلاقا مع واقع المدينة المنكوبة، ما أثار روايات متعددة حول حقيقة ما وصفه البعض بالمنزل المعجزة لكونه بدا أنه لم يتأثر أبدا بالسيول، فلم تصب جدران المنزل أو أبوابه ونوافذه بأي أضرار، رغم أن بقية المنازل من حوله سويت بالأرض، حتى أنه حافظ على طلائه الأبيض من الخارج رغم الطين والوحل ليبدو كأنه منزل حديث البناء، ويبعد عن الشاطئ مسافة 400 متر فقط. وبالفعل ظل المنزل المعجزة صامدا فيما دمر كل شيء من حوله. صدقت رسول الله يا من قلت صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. شوفوا قدرة الله سبحانه وتعالى، شوفوا قدرة الله سبحانه وتعالى. شوفي ركزوا بقى يا جماعة، هنا ركزوا علشان الناس اللي هتقول ده ممكن يكون البناء هو اللي جديد، ممكن يكون الإعصار ما راحش على البيت ده. لا ركزوا اخواننا، هنا البيت الملاصق لهذا البيت اقتلع من جذوره لدرجة ان العربية السيارة متدمرة تماما. شوف معايا حجلة، شوف ها نقص معايا الجنب، حوش الجيران، شوف 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 حيش الجيران، شوف شفت الأخ صور حوش الجيران، الحوش في ليبيا يعني البيت، يعني حوش الجيران مقتلع من جذوره، السيارة متدمرة متطبقة، البيت مقلوع من جذوره، والبيت اللي احنا بنتكلم عنه لم يأتيه شيء لدرجة ان حتى النوافذ الشبابيك ما حصلهاش حاجة. حد يقول لي ما هو التفسير العلمي لهذا المشهد؟ خلينا بس نكمل مع الأخ. الحجة ما صارت له شيء وما فيش نفسنا، هو سبحان الله ونجاه ربك ونجاه حوشه، سبحان الله الميه من قدامه وراه ويمينه ويساره، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. هذا توضيح للناس اللي يخاف الله، سبحان الله توكل يتيم بس. أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، شرح حشيشة. إنا لله انظر لما يكون الإنسان في كارثة ومصيبة يقول الله الله ويتضرع إلى الله، تخلص المصيبة والكارثة نتجه للمعاصي والذنوب ونسرق بعض وننصب على بعض ونظلم بعض، وتلاقي الراجل بنته طالعة بدون حجاب وتلاقيه مش عارف إيه
وكل المصائب، حتى تعود المصيبة نرجع نقول يا رب يا رب يا رب. بعد أن فعل الإعصار دانييل فعلته في أراضي الليبيين، ألفان قتيل وألاف المفقودين والعدد في ارتفاع مستمر. ليبيا تعلن الحداد بعد أن شاهدت رعب السماء. منذ ليلة العاشر من سبتمبر الجاري يعيش الشرق الليبي أياما عصيبة، فقد وصل الإعصار دانييل إليه قادما من اليونان بعد أن ضربها وخطف الكثير من الضحايا. مدن وقرى شرق ليبيا عاشت ساعات من الرعب لا تزال مستمرة حتى اليوم، فقد غمرت المياه مناطق كاملة وحاصرت المدنيين فيها وسط عجز بتوجيه نداءات الاستغاثة. الأضرار الكبرى تركزت في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، وخلفت وراءها أضرارا مادية ضخمة حيث دمرت الممتلكات العامة والخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة ده بيت من بيوت الناجين في ليبيا الحبيبة، أسأل الله أن يحفظها وأن يبارك فيها. البيت ده يا جماعة من البيوت التي نجت في مدينة درنة. زي ما حضراتكم شايفين البيت ليس فيه شيء، لو قربت الصورة شوية هتلاقي الشبابيك، هتلاقي الإزاز، هتلاقي كل شيء، حتى الفراش اللي فوق البيت واللي هو الفراش الأخضر ده فرشة كانوا حاطينها على سطح البيت، لم تذهب لم تختفي، البيت كما هو. ولما تبص حوالين البيت تلاقي جميع ما حول البيت تم إزالته في الإعصار تماما. وده كمان زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة فيديو للبيت من درنة، شايفين البيت يا جماعة كل ما حول البيت تم إزالته تماما. شوفوا يا جماعة الصورة قدام منكم معمول بالعلامات الحمراء على البيوت التي حوله، كلها تم اقتلاعها من جذورها. البيت اللي على اليمين والشمال واللي فوق واللي تحت، كل البيوت تمت إزالتها تماما من جذورها. ولما نكمل مع بعض شوفوا ادي البيوت، ولكن البيت ده الوحيد اللي نجا. شايفين يا جماعة البيت لم يصاب بأي أذى، كل البيوت اللي حوله تقريبا تم اقتلاعها إلا البيت ده لم يصب بأي أذى. زي ما حضراتكم شايفين مرة تانية أدي البيوت اللي حواليه. يقال إن البيت ده للشخص اللي انتوا شايفينه على الشاشة بيتكلم ولابس كمامة، ده اسمه أبو سعيد الدرعاوي تقريبا، حاجة زي كده والله أعلم. هذا الرجل هو صاحب هذا البيت. يا ترى ما سر هذا الرجل وكيف نجى الله له هذا البيت؟ وعلشان نعرف سر الرجل ده وكيف نجى الله له هذا البيت في هذه الأزمة الكبيرة، في الوقت اللي نلاقي البيوت اقتلعت في درنة، نلاقي البيت ده ربنا سبحانه وتعالى حماه بهذا الشكل العجيب، كأن هذا البيت تم وضع سور حواليه وقت الإعصار يحميه من أي ضرر، لدرجة الشبابيك ما زالت كما هي. يا جماعة الموضوع مش بسيط زي ما أنتم متخيلين، لأن اللي حواليه من كل الاتجاهات اقتلعوا. واللي حيثبت لنا ده الفيديو ده كمان اللي بيبين كيف أن هذا البيت ربنا سبحانه وتعالى حماه وسلمه. وسبب حماية هذا البيت إن صاحب هذا البيت كما يقول صاحب الفيديو إن الرجل ده كان كفيل للأيتام. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المنزل اللي نزلته في النت وقلت لكم يا ناس راه ما فيش حتى حاجة، لا ولا حتى حاجة، لا. معكم أخوكم أكرم غيت في توثيق هذه المعلومات. هذا الحوش يا ناس، هذا الحوش يا ناس، هذا الحوش ما في شيء، ما في شيء، سليم أموره 100%. جوا ما في شيء. شوفوا قدرة الله سبحانه وتعالى، شوفوا قدرة الله سبحانه وتعالى. شوفي ركزوا بقى يا جماعة هنا، ركزوا علشان الناس اللي هتقول ده ممكن يكون البناء هو اللي جديد، ممكن يكون الإعصار ما راحش على البيت ده، لا ركزوا اخواننا هنا. البيت الملاصق لهذا البيت اقتلع من جذوره لدرجة ان العربية السيارة متدمرة تماما. شوف معايا حجلة، شوف ها نقص معاه الجنب، ها حوش الجيران، ها شوف 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 حوش الجيران، شوف
شفت الأخ صور حوش الجيران، الحوش في ليبيا يعني البيت، يعني حوش الجيران مقتلع من جذوره، السيارة متدمرة متطبقة، البيت مقلوع من جذوره، والبيت اللي احنا بنتكلم عنه لم يأتيه شيء، لدرجة ان حتى النوافذ الشبابيك ما حصلهاش حاجة. حد يقول لي ما هو التفسير العلمي لهذا المشهد؟ خلينا بس نكمل مع الأخ. هذا أخوك مكرم غيت يصوركم ويتقلكم في الفيديو في الحوش. شوف يا ناس، شوف شوف سبحان الله، شوف شوف الأحياش كل شن صاير لهم، والحوش هذا شن صاير له. حاجة لا حاجة لا يا ناس، سبحان الله. كان معكم أخوكم أكرم غيت، بارك الله فيكم وربي يحفظكم إن شاء الله. أخونا الحبيب الليبي أكرم غيت الله يحفظه ويسلمه من كل سوء، يقول لك كل الأحياء اللي حواليه مزالة متدمرة متحطمة، البيوت مقتلعة من جذورها، السيارات متدمرة، ولما تروح عند البيت ده تجد ان البيت سليم 100%. انا مستغرب يا جماعة والله، لانه لو حتى البناء هو اللي قوي والبيت مبني مثلا على أسس علمية سليمة وقواعد صحيحة وخرسانات قوية، هنفترض ده، المفترض ان الإعصار على الأقل يدمر النوافذ، النوافذ على الأقل ياخد السجادة او المكتة الخضراء اللي فوق السطح، على الأقل يقتلع اللي هي الحامية من المطر اللي فوق النوافذ، كل ده سليم. طب يا جماعة المحارة، المونة، البياض اللي هو الدهانات تختفي تتدمر مع الإعصار؟ لا، النوافذ سليمة، الزجاج سليم، الفرشة الخضراء اللي فوق السطح سليمة زي ما هي، البيت سليم 100%، مع انهم بيقولوا هو من ضمن الأحياء القريبة جدا من البحر، والضرر كله جه للأحياء القريبة من البحر، علشان كده البيت المجاور ليه مقتلع من جذوره، والسيارة متحطمة، والبيوت اللي حواليه كلها من كل الاتجاهات زي ما انتوا شفتوا كده في الإشارات الحمراء كلها مختفية، البيوت مقتلعة، والبيت ده كما هو محمي بهذا الشكل العجيب الغريب. طب حتى النوافذ ما تتكسرش؟ لا، ايه اللي حصل؟ يقولون ان صاحب هذا البيت، وهذا كلام اخواننا في ليبيا، ده مش فتي منا ولا احنا اللي بنحكي علشان خاطر ندغدغ مشاعر الناس، يقولون ان هذا البيت لرجل اسمه تقريبا ابو سعيد الدرعاوي حاجة زي كده الله اعلم، هذا الرجل يقولون عنه امام وخطيب ومتكفل بالايتام من سنوات طويلة، كانت مهمته ان يتكفل بالايتام، فلما كان هذا الرجل سببا في نجاة الايتام من بلايا الزمان وضيق الحال، فرج الله عنه ونجاه في الوقت الذي كان ربما يختفي هو كمان هو وبيته مع الاحياء التي اختفت، والجزاء من جنس العمل. ولازم نكون عارفين ده كويس يا جماعة، البيت اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة ده بيعرفنا ان اول شيء لازم نفهمه ان ربنا عز وجل اذا اراد ان ينجينا انجانا ولو كانت الدنيا كلها مليانة حروب وبلايا وشرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فهذا البيت يعرفنا معنى هذا الكلام النبوي، ان الدنيا كلها لو اتدمرت واراد الله ان ينجيك انت سينجيك، وان العالم كله لو سليم وامن واراد الله ان يصيبك انت بابتلاء حيصيبك، كله بيد الله وبقدرة الله وحده سبحانه وتعالى، لا يغني حذر من قدر. هذا الرجل كل اللي عمله انه كان نحسبه رجل صالح في حياته، فانجاه الله من هذا البلاء الشديد. علشان كده بنقول ان الفايدة التانية اللي نتعلمها واحنا بنشوف البيت ده هو ان احنا يا جماعة لازم نتصدق، لابد ان يكون لنا جزء من الصدقات، نعمل صدقة لله، تصدقوا، فان الصدقة تطفئ الخطيئة، وان الصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل، والصدقات تقي مصارع السوء. اللي خايف ان يموت تحت سيارة او يموت بابتلاء او يموت موتة شنيعة عليه ان يكثر من الصدقات، فان الصدقات تقي مصارع السوء، والله عز وجل يأخذ منك الصدقة بيمينه فينميها لك ويكبرها لك حتى تأتي يوم القيامة وتجد هذه الصدقة اضعاف مضاعفة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على الصدقة، وكان اكثر الناس صدقة صلى الله عليه وسلم. في الحديث ان سيدنا النبي صلى
صلى الله عليه وسلم ذبح شاة، فقال للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تصدقي منها، أخرجي من هذه الشاة لله عز وجل. ثم خرج رسول الله لبعض شأنه ثم رجع، فسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ماذا صنعتي؟ عملت إيه في الشاة التي قلت لك تصدقي بها أو تصدقي منها؟ فقالت: يا رسول الله، فنت كلها إلا ذراعها، لأن سيدنا النبي كان بيحب الذراع، ذراع الشاه. فالسيدة عائشة تصدقت بكل الشاه وأبقت الذراع الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، فنت كلها إلا ذراعها. فقال رسول الله، علشان يعلمنا ويعرفنا إن اللي احنا بنطلعه لله هو اللي هينتظرنا يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا ذراعها. يعني اللي انت تصدقت به لله ووصل في أيدي الغلابة والفقراء، هذا الذي بقي عند الله وسينتظرنا أجره، أما الذراع الذي سنأكله هو الذي فنى، لأن احنا هنأكله ولم نتصدق به. فتصدقوا عباد الله، تصدقوا وقوا أنفسكم وأهليكم البلايا والشرور والأمراض والأخطار بالصدقات، داووا مرضاكم بالصدقات، احفظوا نفسكم من الموت الشنيع والمريع بالصدقات، أكثروا من فعل الخيرات بأموالكم، ما تنفقونه في سبيل الله يصل إلى رب العالمين قبل أن يصل إلى الفقير، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف في هذا المال، وأنت مستعمل فيه، هذا المال ليس ملكك، أنت بس خليفة عليه الفترة، مهمتك أنك تطلع منه لله وتعيش حياتك مستور، ثم تترك هذا المال لمن يأتي بعدك. فخاب وخسر من جمع وكنز وكند ولم يتصدق على الفقراء والمساكين. البيت اللي ربنا أنجاه في دارنا اللي انتوا شايفينه على الشاشة ده يا جماعة، بيعرفنا ان ربنا على كل شيء قدير، ان ربنا هو الذي بيده الموت والحياة، فلا الحذر يحييك ولا الشجاعة والقوة تميتك. ربنا اذا اراد ان يميتك اماتك على فراشك في وسط جنودك وحراسك والاطباء، واذا اراد الله ان يحييك احياك في وسط الاعاصير والبلايا والشرور. البيت اللي انتوا شايفينه على الشاشة قدامكم ده بيعرفنا ان الموت والحياة بيد الله. فإذا تصدقوا واعملوا الخيرات وتقربوا من رب الأرض والسماوات، عسى الله أن ينجيكم في اليوم الذي ينزل فيه البلاء. اعرفوا ربكم وقت الرخاء يعرفكم وقت الشدة. لما تنفق وتتصدق وانت في الخير اللي انت عايش فيه، لما تضيق بك الدنيا الله عز وجل ينقذك ويحميك وينجيك. حفظ الله ليبيا وأهلها، شبابها ورجالها، ذكورها وإناثها، كبارها وصغارها، وبارك في جميع بلاد المسلمين، وجمع شمل أمة النبي محمد، وأزال الله من بيننا هذه الحدود المصطنعة التي فرقتنا وأضعفتنا وسلمتنا إلى أعدائنا لقمة سهلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.